أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس مرضات الله فسوف
ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى غير سبيل المؤمنين جهنم وساءت مصيرا. أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلا
وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena